أعزائي المتابعين، السلام عليكم. بعد الانتصار الساحق على محمد عدنان، كلكم طلبتوا هذا الإنسان. اليوم حلقتنا مع ضيف مختلف، وبصراحة أنا خايف. أعزائي المتابعين، أبو سروال. أخبارك علي؟ والله الحمد لله بخير. كيف حاسس؟ نورت الأردن حبيبي. أنا لسبب ما خايف منك أكثر من محمد عدنان، ما أعرف ليش. خايف مني كيوتيوبر ولا كلاعب؟ لأنه الصراحة نسخة اللاعب كثير تخوف. يعني حقك تخاف. إيش هذا؟ قلت لأنك خايف شوي صراحة، لأنك لابس النصر. لو مش لابس النصر صدقني غير تدخل بكامل ثقتك. ما علينا، تحياتي لك أولا يا حبيبي. جماهير النصر حرد عليه، اصبروا بس. أوكي، يعني ما شاء الله فكرة البرنامج رهيبة، والله يعطيكم ألف عافية. وزي ما احنا شايفين ما شاء الله البرنامج معدي والكل. انت متوتر ليش؟ مش متوتر، انا بحكي. احنا كلعيبة هيك بنحكي، كرسمية احنا بنحكي برسمية. يعني ما شاء الله البرنامج صار يتقلد وكذا، فاذا تقلد انه البرنامج ناجح وما شاء الله. ابو فلة لا لا يا ابو فلة لا لا. تخمين اللاعبين اليوم، راح يكون عندنا تخمين اللاعبين، وراح يكون عندنا كمان جولات منوعة فيها مفاجآت. بسروع جاهز؟ جاهز للمفاجآت. توكلنا على الله، حتخسر حبيبي. راسي خليك قوي، خليك قوي. الله يستر، الله يستر منك يا عدي. الله يستر، انت بتلعب نهائي كأس العالم مالك. واحد اثنين ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. لما قال له قولها بطريقة محترمة، هذه جولة اللاعبين. طيب نبدأ نلعب حجرة ورقة مقص، واللي راح يفوز هو اللي راح يبدأ يسأل أسئلة. حجرة ورقة مسدس. السلام عليكم. شو هذا مسدس؟ هذا أقوى شيء في العالم. هل لاعبي أوروبي الجنسية؟ من الجنسيات الأوروبية. استنى شوي، أنت متهلس علينا. المسدس هذا إيش؟ العب. هل لاعبي أوروبي الجنسية؟ لا مش أوروبي الجنسية. طيب حلو، يلا دورك. هل لاعبي بيلعب الدوريات الخمس الكبرى؟ نعم. هل لاعبي عربي؟ لا، أحيانا بيشبهوا بالعرب بس لا، مو العرب صح. مو العرب صح. يلا يلا، ما هو أوروبي؟ شرق آسيا. يلا روح. هل لاعبي بيلعب في الدوري الإسباني؟ لا. أوه، طب اصبر اصبر اصبر. هل لاعبي مع أحد الأفرقة اللي قد لعب فيها قد حقق الشامبيونز ليج؟ شو هذا قصة، هذا مش سؤال. هل قد حقق الشامبيونز ليج في تاريخه؟ هاف؟ ايه، ولا عمره شمه. شمه الله. طيب سؤال عندي. يلا. هل لاعبي بيلعب بالدوري الإنجليزي؟ أوكي. أنا لسه ماني عارف هو من فين. هذا وصل الدوري. هو صعب. اسمع، روح على تغششني؟ لا. روح. طب اسمع، هل لاعبي مهاجم؟ مهاجم نعم. يلعب في دوري هجومي؟ نعم نعم. طيب ورقة شمها. لا مستحيل تعرف. العب 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 العب. هل لاعبي بيلعب بالست الكبار بالدوري الانجليزي؟ نعم. هل لاعبي يلعب في نادي توتنهام؟ لا. هل لاعبي بيلعب بنادي غبي مثلا زي مانشستر يونايتد؟ لا لا. حقون اليونايتد انا ماني صراحة هو. طيب دقيقة، انا ما عليك، حقين اليونايتد فاهمين. انا لما نقول متفاهمين هاي الامور. انا لما قلت هل هو يلعب في توتنهام، توتنهام ما حقق تشامبيونز ليج. توتنهام ما عمره حقق شيء. لذلك ردت فعلك كانت غريبه، كانه قد شطف توتنهام. ومهاجم، هل احنا قاعدين نتكلم عن هاري كين؟ لا. حاولت صراحه زي متعب والله. حاولت. هل لاعبي بيلعب بالسيتي؟ لا. اوف. طيب هو لاعب مهاجم، ما اعرف هو في اي دوري ولا هل لاعب لاتيني؟ نعم. حلو حلو حلو. هل لاعبي اوروبي؟ سؤال محروق. انا سالته هل انا سالت السؤال هل لاعبي اوروبي، قلت لي لا. بدايه الحلاله. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صحصح. لا مصحصح. لاتيني مهاجم. ولا قد شمها في حياته. سواريز لا، ميسي لا، الشباب دول الطيبين كلهم لا. هل لاعبي يعتبر مهاري؟ تصنفه مع المهاريين؟ يعني ممكن.
هو يعني ممكن 50% مهاري. لا ما في شيء 50%. هو مهاجم يعني ما يعني ما عنده يسوي مراوح حركات كذا ولا لا, لا لا بس هو عنده اللي هي الشك ميسي. شك شك لا هذا ما هو ما يعتبر مهاري مهاري. مهاري اقصد زي مثلا نيمار ودول الشباب يعني. يلا روح. هل لاعبي بيلبس تيشيرت لونه ابيض؟ لا. لا لا نادي تبعه؟ لا. هل هو يلعب في الدوري الايطالي؟ لا. هل لاعبي انجليزي؟ لا. هل لاعبي المشكله سال سؤال هل هو يلعب في اوروبا ولا لا وسال عن الخمسه انديه الكبار وسال عن الدوري الانجليزي انا ما اقدر استخدم الاسئله دي. طب هل هو يلعب في الدوري الاسباني؟ نعم. هل لاعبي يا عمر هل لاعبي بيلعب بتشيلسي؟ لا. حلو. يلعب في الدوري الاسباني وهو لاتيني ومهاجم ولا عمره شم دوري الابطال. هنستبعد مهاجمين ريال مدريد كلهم شموها. بيجي عندنا برشلونة الجدد هذول الصغارية مراهقين وبيجي عندنا اتلتيكو مدريد. والله كمان في انديه في اسبانيا يا اخي بس ما اعرف لعيبتهم. شو اكيد مش حيجيب لك لاعب جيرونا. لا انا ولا انت بنعرفه. طب هل لاعبي يلعب في برشلونه؟ يعني اكيد يلعب في برشلونه. بس خلاص وصلت وصلت. اوكي. هل لاعبي مهاجم؟ لا. يعني الثلاثه اللي قدام؟ لا لا انا لما احتلك ترى لما تفترت رددت هذه معلومه سجلها عندك. انا لما قلت لك انه لاعب اوروبي اصلا سالته. انا سالتك عن مهاجم. انا يا اخي انا غبي. استخدمت سؤالي يا اخي انا غبي. طيب مهاجم في برشلونه ولاتيني وما هو سواريز المهاجم. بس يعني هاي اضافه لمعلوماتك. سواريز بيلعبش مع برشلونه. صح صح صح. شلون انا من اول قاعد اقول سواريز. انا قصدي ليفاندوسكي. بس ليفاندوسكي اصلا اوروبي ما هو. هذا ليفاندوسكي. لامين يامال. مين الجناح الايسر في برشلونه؟ ديفيد فيا. شوف انا معلوماتي قديمه بس مو للدرجه هذه. اسمع انا بس عشان صار فضول اعرف مين اخته هاللاعب. اصبر 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 اصبر. اسمع اصبر يا هيني لما لمح لك. حلو اذا عملت يب وما فهم. 4 3 2 1. السؤال عندي؟ ناس. السؤال عندي لانه طول الصراحه. ناس. نسيت اسمه نسيت اسمه نسيت اسمه. العب. هل لاعبي لاعب وسط؟ نعم نعم. نسيت اسم ابوه. ما هو لامين يامال. ما هو ليفاندوسكي. ليفاندوسكي اوروبي. الجناح الايسر يخرب بيته مين؟ طب سؤال 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 انا عشان ناسي اسمه ساعدني يا اخي. هل هو اديني اول حرف. هذا اللاعب يبدا بحرف الاتش. اعطيني اخر حرف. ايه. يخرب الحرف اللي في كل الاسماء موجود. اخر حرف ايه. فالمفروض تعرف. هل هو هو اصلا وسجل جول على مدريد هيك. 5 4 3 2 1. رافينيا. طب هو استنى انت. هو عد خلص. رافينيا رافينيا. روح ماشي. روح روح ماشي 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 ماشي. بس روح بس انتقل السؤال عندي. المفروض طيب ارمي ارمي اجابه. المفروض ارمي. انت تروح ارمي اجابه. ارمي اجابه. طيب ماشي درمي. ارمي اجابه. هيني درمي. ادوله. لا واحد الله. لسه ما قلنا بسم الله. قلنا لاعب وسط. العب روز. العب. 5 4. ارمي اي اسم. هل لاعبي اوديغارد؟ لا. القم 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 اوديغارد. اوديغارد منقذني. عمك وعم لك زيت. عمك وعم لك زيت. حبيب لك زيت. انقذني باخر لحظه. والله يعني بدي ابوسك بس بعرف انك تيكن. حرام حرام. الوقت انقذك. الوقت انقذك. 1-0 1-0. والله نقطة قوية. والله نقطة الملاعب وسط. خلا مين اللي المعروف زي الناس.
يلا عطني عطني. قلت لك زملاء اللاعبين اجباري اعرفهم. يلا دورك. من عندي بلش. بسم الله الرحمن الرحيم. هل لاعبي لعب ببرشلونة؟ لا. اوكي. طب هل لاعبي لعب في غريم برشلونة مدريد؟ نعم. اوكي. هل لاعبي بلعب بالثلاث دوريات الكبرى اللي هم اسباني ايطالي وانجليزي؟ هذول الكبرى بعدين. لا لا لا. هل لاعبي اوروبي؟ اوروبي. هل من اللاتينيين؟ نص الشباب راحوا. العب. هل لاعبي بيلعب دوريات العربية؟ لا. اوكي. انت بتحتفل ولا ايش؟ قاعد يا اخي. هو اوروبي وقد لعب في برشلونة وما هو مدافع. طب هل لاعبي مهاجم؟ لا. مو وسط او مو حارس؟ طبعا اكيد. شو هال العب 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 يلا. هل لاعبي بيلعب بالدوري الالماني؟ هل لاعبي طب بس اطمئن قلبي يعني هل هو وسط؟ وسط بس خلاص يعني ما هو حارس. تسنى الحراس كلهم العب. هل لاعبي بيلعب دوري فرنسي؟ طيب اوكي. ايش كان اخر سؤال سالته عن ايش؟ دوري ايش انت قلت؟ هل يلعب بالدوري انا قلت لك دوري فرنسي؟ لا مو في دوري قلت فرنسي. لي لا يعني انا سائل عن دوري فرنسي الماني وكل الدوريات الاوروبيه. اصبر اصبر انت سائل عن الثلاثه الدوري الكبار صح؟ اللي هم ايطالي. طيب شباب شباب معلش تعديل 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 بعد ما تاكدنا بعد ما تاكدنا هو يلعب في احد الدوري الكبار الثلاثه. اوكي اسف اسف. ولك مني معلومه عشان حرام في الدوري الاسباني يلعب. اوكي ممتاز يلا. ساعدته ولا ما ساعدته؟ خلاص خلاص 100%. عندك سؤال ولا عندي؟ عندي لا اكثر من كذا. اشتغل انت. طيب ترى انا ماني عارف هو فين يلعب الان اصلا. طب بس سؤال يعني سؤال. انا غبي. انا سالته هل قد لعب في مدريد؟ ممكن يسوي يلعب في مدريد. هل هو يلعب في مدريد الان؟ نعم. هل لاعبي هو مودريتش؟ لا. هل لاعبي هو كامافينجا؟ لا. العب وسط في مدريد وما هو لاتيني اوروبي. عندنا كامافينجا. انت ليه تفكر بصوت عالي؟ انت مالك صلاح يا اخي. يعني طبعا عشان احنا نفكر كمان. يلا فكر. انت سالتني انت وين سالتني بيلعب في مدريد وانا قلت لك برشلونه ما في برشلونه. ما يلعب في برشلونه بس هو في الدوري الاسباني الان. هل لاعبي بيلعب بفريق بيلبس ابيض؟ فريقه الحالي؟ فريقه الحالي ولا الفريق اللي بعد بكره؟ نعم نعم. اللبس اللبس الاساسي 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 ابيض. طيب هل لاعبي لوكا مودريتش؟ نعم صحيح. قال لك مسوي تشتتني. قال لك مسوي تشتتني. هل لاعبي لوكا مودريتش؟ قوم هذا وين بيلعب؟ حتى انا ما اعرف. هسه بيلعب رايو فايكانو؟ ايه جد؟ بيلبس ابيض والله؟ أنا ما بعرف ان انت يعني حقق دوري الابطال مع ريال مدريد بغض النظر بغض النظر مستحيل اعرف. ما بعرف انه هو بيلعب في يلا معلش في الحبيب والله معلش معلش واحد 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 والله الصراحه واحد واحد. واو 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 واو, واو. انا قلت ممكن جايبين نفس اللاعب وبهلسوا علينا اثنين. والله ممكن يسويها ترى ترى اسمع ما عندي اي فكره ما عندي اي فكره. اوكي خلينا يعدل عشان شويه حماس يا سيدي بس لانه بنفعش انا اظل متقدم في النتيجه. يلا يلا العب العب لاني بعرف هذا الشعور قديش عاطل يعني جربته مع اشكناني نفس كلام انه يكون متقدم علي كثير وكذا وين. نفس كلام محمد عدنان في الحلقه سبحان الله وبعدين لقم خمسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هل لاعبي قد لعب يوم من الايام في نفس الفريق جنب لجنب مع كريستيانو رونالدو في مسيرته كاملة؟ لا. ليش طولت وانت تفكر؟ ما يجي منه مرة ولا ايش؟ لا بيجي منه بس يعني يمكن يلعب ما بعرف. لا تعرف ولا ما تعرف؟ لا 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 ما لعب. لا يمكن يلعب مستقبلا. هل لاعبي هو حتجاوب؟ ابو سروال؟ لا اوكي.
لحظة تحطيني بس رول مع اللعيبة ولا إيش؟ طيب سؤال، ممكن يلعب معناته هو مو برتغالي ومعناته هو ما قد لعب، فنستبعد لعيبة معناته ممكن يكون في الدوري السعودي هذا اللاعب، أو إنه لاعب شايب ومتوقع يجي السعودية قريب. هل لاعبي يلعب حاليا في الدوري السعودي؟ لا. بس خلاص. هل لاعبي عربي؟ نعم. هل لاعبي عمره فوق 33 سنة؟ لا. هل لاعبي يلعب مع كريستيانو؟ هل لاعبي طويل القامة؟ سؤالك مرة مفتوح، أعطيني بالسانتي مثلا فوق كده عشان أسهل عليك الموضوع، لأنه ممكن بالنسبة لك ما حتعرف بالسانتي أكيد يعني، بس هو لاعب طويل. حعرف بالسانتي. لا مو أنا ما بعرف بالسانتي يعني، وأنت ما حتعرف يعني. تعرف طوله بالسانتي؟ طبعا. أبدا؟ طبعا. طوله فوق ال يعني 190 وفوق؟ لا يجيب لي جوجل. طبعا لا. لا؟ طبعا لا. أوكي. هل هذا اللاعب، هذه معلومة خطيرة أنا ما أعرف إذا استخدمتها عشان تضللني ولا استخدمتها من جد بالغباء عشان تزبطني. طب هل هو لاعب لاتيني؟ لا. يعطي شوي. بس لا. طيب يلا. هل لاعبي بالصورة لابس أبيض؟ لا. أوكي. هل لاعبي سريع؟ سريع. تمام. حلو. حلو حلو حلو. هل لاعبي شعره طويل مقارنة بمين مثلا يعني؟ لا شعراته كشة. مقارنة بمين؟ شعره كشة يعني انت فاهم؟ اي يعني زي مارسيلو وكذا. لا لا لا. طب سؤال، هل لاعبي يلعب في طرف الملعب بمعنى ظهير او جناح؟ لا يعني اسأل من الاول. جناح خلصنا. ليه ظهير يعني؟ يلعب في الاطراف حق الملعب. باطراف الملعب. نعم. حلو. هل لاعبي أستي؟ مهاجم صريح؟ لا. هل لاعبي أصلاً أوروبي الجنسية أصلاً؟ مواليد شيكاغو؟ لا. مو أوروبي؟ لا مو أوروبي. ولا لاتيني؟ ولا لاتيني. أوكي. ولا يلعب في الدوري السعودي؟ السؤال عندي. يلا روح. هل لاعبي سعودي؟ لاكاتو. حيجيبه. عرفته. المشكلة المعطيات اللي عندي قليل. طب هل هو الآن يلعب بالدوري؟ يلا قطعت نفسي. هل هو يلعب بالدوري الإيطالي؟ لا. مخك راعي سعود عبد الحميد. صح. لأنه اللي عندي سالم الدوسري. لا. والله. طيب ما يلعب في الدوري السعودي الان ولا ممكن يكون عربي. والله هل لاعبي عربي؟ السؤال سالته. لا نسيت. هل لاعبي انت سالت بيلعب على الاطراف؟ طب هل هو وسط؟ لا. اوكي. بعد ايش دوله اهله؟ هو يلعب في الأطراف وما قد لعب مع كريستيانو. طب هل هو يلعب الآن في الدوري الإنجليزي؟ لا. ولا الدوري السعودي ولا الإنجليزي ولا... أوكي 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 أوكي. هل لاعبي انتبه. اشرب مويه. هو لا غريب. لا ما يلعب في الدوري السعودي. متأكد ما يلعب في الدوري السعودي حقي؟ لا. هل هو يلعب في الدوري الإسباني؟ لا. حلمه يلعب الدوري الإسباني. هل لاعبي حيجيب خلاص انتهت. مدافع؟ اوكي خلاص الأمور طيبة. عرفته صح؟ طالما هو خلاص وصل معناته لازم أشغل المشين جن وأطلق طلقة حتى لو عشوائية لعلها تزبط زي طلقة فينيسيوس. يا رب. هاي إذا زبطت أكيد غشاش. حلمه يلعب في إسبانيا
ولا يلعب في الدوري الايطالي ولا يلعب في الدوري السعودي، يلعب في زحل. فين يلعب هذا؟ اعطيك هند. 5 4 3 2 1. هل اللاعب هذا هو محمد نور؟ محمد نور، هذا نور بدون محمد، بس يعني نور. اعطيك هند قبل ما احكي اسم اللي عندي، يعني في حال اعطيني فرصه. والله يلا عمك. طيب استنى، هل لاعب جاوب طيب على عمي. انا اعطيت، لا انت جاوبت، انا قلت لك اعطيك هند قبل ما اجاوب عشان اعطيك امل بالحياه وبعدين اقتله. يا مجرم انت قاعد تشطفه. شك 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 شك. يعني لا تفكر فيها كثير، خلص علي. مين في من جد هذا عمي يا اخوان؟ من جد ولا بس؟ والله انا ما اعرف اذا انت تعرفه او لا. لا لا بيعرفه، بيعرفه بيعرفه، بقول لك عمه يعني اكيد بيعرف. قلنا سعودي ومدافع. اسمع، مين اشهر مدافع سعودي؟ يلا اديتك اياه من الاخر. اشهر مدافع سعودي؟ خلاص واضحة، واضحة يا علي، المتابعين هيضحكوا عليك. هل لاعبي هو الشهراني؟ انا عرفته بس بعطيه فرصة. الشيخ والله بعطيك فرصة. لو والله لو جاتني فرصة والله ما حارحمك ترى. لا لا خذ راحتك، انا عارف انه ما حتعرفه، انا عارف مين هذا، بعرفه بعرفه عز المعرفة. اخبط واحده لين خلص، يعني خلاص ما مش متاكد اني اعرفه. انت بتعرف، بقول لك عمك طبعا عشان اصبر خليني استثني ميسي، انه هو يعني هذا عمنا كلنا. بس لاتيني ميسي. انا سالت عن لاتيني، مو لاتيني. ايش تبغى انت؟ صح صح. انا ما عندي غير معلومتين، هو حلم يلعب في اسبانيا وعمي. هو ده مين؟ هو ده مين بالضبط؟ طب هل هذا يلعب في فريقه او منتخبه كابتن؟ قريبا ان شاء الله راح يصير الكابتن لما نتاهل على كاس العالم، ويجيب لنا كاس العالم ان شاء الله. هل لاعب البليهي؟ لما عمك موسى يجيب لنا كاس العالم ان شاء الله. ما جاء على بالي، مره بعيد انا ما توقعت. هو شابك على الهند، بيقول لك لاتيني ومعربي والله ما جاء. شكلك حتبلع بسكور قدامي. ما جاء على بالي. تحياتي والله، تحياتي. كم؟ 2-1. شو ال 2-1 نتيجه؟ ايش في يا عمي؟ 3-1. 2-1 تغش انت ايش؟ انت قليل الادب غشاش كمان. لا لا، مين اللاعب اللي قبله كان؟ انت جبت الارسنالاوي وجبت هذا، انا جبت مودريتش بس. الله يستر. هل لاعبي بالصورة؟ نعم. لابس شماغ؟ لحظة 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 لحظة. لا عليكم، في أحد غششو؟ لا. نعم نعم. كيف عرفت؟ قلت لك أنا لاعب وهذول زملائي. أبدا مو زميلك. مين قال لك؟ نعم 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 نعم. هذا مو بس زميلي، هذا عمك. هل لاعبي سعودي؟ هو سعودي بس من حايل بحس. لا مو سعودي. لا. هل لاعبي مرته صاروخ؟ بيتسلى بيتسلى ها بيتسلى. طيب يا مخرج، طيب يا مخرج يا مجرم. اسمع خلاص، ليش نلعب الجولة؟ والله يشوف بالنسبة لي ولا بالنسبة للكل، حتى اللي ما بحب النسوان. والله إذا هذا كان معيارك فنعم. تتسلى تتسلى علي. ما جاوبتني. نعم نعم. أنت متجوز؟ ها؟ أنت متجوز؟ لا. أوكي. أنا لو متجوز كان قال لا، عشان ما تبهدلش. في كل الحالتين أنت عارف اللي شاف. يعني اسمع، طيب اسمع أعطيني فرصتي، يعني أنت لا تستعجل. لا لا خذ فرصتك. السؤال عندك. سألك عن مرته ولا سألك عن مين؟ يعني مرته حلوه برضه، لا باس فيها. مرته ما هو عربي.
بيطلع مرته ودائما لا حتى العرب صاروا يطلعوا نسوان. طيب طيب اسمع اسمع انا حرميها كذا ايش بس عشان ايش يطمئن قلبي هذا ميسي. ما هو سهل تعرفه يعني يعني انا عندي رونالدو اكيد عندك ميسي. بعطيك فرصه يا عمر بعطيك فرصه. انت كيف عرفت انه الدون؟ طب ما هو لابس شماغ. طيب معناته صوره رونالدو لابس شماغ يعني الاي كيو يعني 86 اعلى من المخرج بدرجه واحده 85 2 2 صح 2 2 يلا بسم الله. ترى كلمه ليه هذه انا ممكن استخدمها لصالحي. استخدمها لو ظل لك اقول لو ظل اقول لك ليه من هلا بكره اسمه بجوز ما تعرفش تحكيه. هل هذا اللاعب يلعب في الادوار الهجوميه مهاجم؟ لا. اوكي. هل لاعبي شعره طويل؟ لا. هل لاعبي سريع؟ لا. اوكي. هل لاعبي بيلعب دوريات خمس الكبرى؟ نعم. هل لاعبي دخلت الدوريات انا لازم اخذ واحد. هل لاعبي يلعب في الدوري الانجليزي؟ نعم. حلو. هل لاعبي بيلعب بالست الكبار بالدوري الانجليزي؟ نعم. هل لاعبي يلعب بمانشستر سيتي؟ نعم. هل لاعبي بيلعب اليونايتد؟ لا. اوكي. هل لاعبي وسط؟ لا. هل لاعبي بيلعب ليفربول؟ انا راح اطلق طلقة. اطلق. طب انت بدك تطلقها شو بتعشق فيها؟ ابدا في مين؟ ابدا في مين؟ دقيقة كثارهم صح؟ طب نبدا من اليمين، هل انا وولكر؟ من اليمين؟ اي لا. هل لاعبي هو؟ اوه حتجاوب. انت بتعرف اسمه؟ تعرف عز المعرفة؟ طبعا. اوكي. خلص قلبي نبضاته زادت لفوق ال 180. الكسندر ولا اعطيك امل؟ اعطيك امل؟ تأكد الجواب؟ هل لاعبي هو روبيتسون؟ ما اكيد لا لانه هم ما زقفوا. لما يزقفوا اكيد. طيب هل لاعبي هو ستونز؟ ستونز لا. هل لاعبي اسمر البشره؟ يعني اسمر اللي هو مش ابيض. كيف يعني ما فهمت؟ يعني انت عندك لونين، عندك فريق البيض وعندك فريق السمر. لا ما في مثلا حدد حنطي زي زيك هيك. والله يعني ممكن يكون مسوي تان. عامل تان. شباب ما اعرف يعني يعتبر اسمر البشره هذا؟ والله طيب اسمر البشرة يعني. انما انا ما المخرجين يقول اسمع لا تشطح ترى انا بالنسبة لي ما اعتبره اسمر. لا لا لا, 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 لا. اوكي 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 اوكي. هل انا ادرسون الحارس؟ لا. احنا في قانون كرة القدم. ايوه اذا انت سجلت وانت لاف وجهك زي نيمار فانت مهاري. طيب يلا. فهل لاعبي هو ارلوند؟ لا 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 ثواني ثواني انت كيف عرفت؟ اسمه ارنولد انا قلت ارلوند فتعتبر خطا. بعطيك فرصه علي. بعطيك فرصه انا قلت ارلوند هو مو ارلوند هو ارنولد. اه فاعطيك فرصه اخيره ممكن تعرف انت ما كشفت. ما شفته. شيلها ممكن تزبط معك. ما هو من المهاجمين ولا هو من الوسط ولا هو الحارس فهو احد الدفاع. نعم ظهير الايمن لا وولكر ستونز لا. اعطيك هند. انت قاعد تذل اهلي. ما ابغى الفوز بالطريقه هذه ما ابغى ما ابغى افوز بالطريقه هذه ما ابغى افوز بالطريقه هذه. اوكي خلاص. هل انا مندي؟ مندي مين؟ مندي راح لا مندي مين؟ لا وش دخل مندي في السيتي؟ لا اسمع اديني فرصه ثانيه. ايش اسم اهل اوتمندي ولا اوتمندي؟ هل انا اوتمندي؟ اوتمندي طلع زمان مات خلاص. هل لاعبي هو فان دايك؟ لا. حتى معناته شكله اصلا مش في السيتي. وانا سالت في السيتي الا في السيتي. لا لا بالسيتي بالسيتي. اعطيك هنت بقول لك. كان سعره 100 مليون بلحظه واحده صار 10 مليون. بسبب حدث معين نزل سعره. شوف هذا استعراض عضلات جيد بس عند الشخص الغلط اللي ما بيتابع اخبار كوره اصلا. والله بس مين هذا المسكين اللي من 100 مليون هو مسكين لانه واجه عم الكل. هو اسمع اسمع هو هذاك مسكين الخال اللي واجه قضايا ما ادري ايش هذاك مندي. مندي
هذاك واجه قضايا كمان مسكين. واجه قضايا مندي. بس هذا واجه قضية واحدة في حياته، والقضية مسحت في الأرض، متعتنا القضية. جاء على بالي جون تيري أيام زمان، بس واللي رحت خدني عدله. أربعة ثلاثة اثنين. هل هو لاعب الآن الموسم بدأ بيلعب أساسي في الفريق؟ يعني لو قلت لك هتجاوب يعني؟ أيوة طبعا. جد؟ أساسي في الفريق؟ ما قلت لك ما حتعرف. هل لاعبي هو أرنولد؟ والله ما أعرفه. مين هذا؟ فارديولا. ما أعرفه. أنا عارف. بلعب أساسي أصلاً؟ بلعب أساسي ولا؟ ما كان يحيط ويدخل ويحيط ويدخل، اشوفه دائما يصفق. دائما افتكر صورته يصفق. لا يعني كان يحيط بس هسه صار اساسي. جولة لعيبه معتزلين. لعيبه. اثنين ثلاثة. بسم الله. هل لاعبي وسط؟ لا. هل لاعبي قد حقق الكرة الذهبية في مسيرته؟ طالع فيه مظبوط. هسه اشوف انا بعرفش. اه حقق. في السؤال القوي، انا حديت اللعيبه كلهم في بالي خمسه فقط. العب العب. اللي حقق الكره الذهبيه خمسه يعني معتزل، بس اللي ما حيجيب لاعب من الخمسينات يعني. على فكره قبل ميسي ورونالدو كلهم اعتزلوا. أيوة. اللي معهم الكره الذهبيه. ايوه. هم كثار. طب العب. طيب هل لاعبي فرنسي؟ لا. هل لاعبي برازيلي؟ هل لاعبي ممكن انولد في منطقة بجانب ريو دي جانيرو؟ كيف يعني بجانب يعني؟ ماني فاهم. يعني انولد في مناطق. اسأل السؤال زي الناس. هل انولد ايوه في احياء برازيلية؟ هذا الجواب ما حجاوبه، محروق. انا سألت السؤال هذا، لا تسوقها علي. انولد في احياء برازيلية. الله اكبر، يعني ايش يعني برازيلي؟ ما حجاوبك، ما حاعطيك المعلومة دي. سؤالك محروق. أوكي. هل لاعبي بيلعب في الادوار الهجومية، الجناح او راس حربة؟ لا. هل لاعبي اصلع؟ لا. اوكي. هل لاعبي مدافع؟ وسط. اكيد وسط، ما فيش غيره. يمكن حراس، بس ما في حراس. جابوا الكره الذهبيه. هل لاعبي ساحر؟ لا. مو ساحر؟ لا. لا مو ساحر بمعنى اللي هو اللي بيعمل سحر، هو ساحر في الملعب. لا. سؤالك واضح، ما هو رونالدينيو. اوكي. شو دقيقة الصمت هاي؟ خمسة أربعة. ماني متأكد حققها ولا لا، ماني متأكد. اثنين واحد. هل هو فرنسي؟ نعم. نعم؟ نعم. أنت عرفته هون. عرفته. بس، لحظة، ما أتوقع إنه قال جاب البالندور اللي في بالي. إلا لو أنا في بالي واحد ثاني غلط، العب. هل لاعبي هو؟ حن عليه زب. هل لاعبي هو؟ ها؟ هل لاعبي هو؟ لا توترني، قول، خليك سريع. هو. أوه. هو. شوف أنا في بالي اثنين. أرمي واحد فيهم، جرب حظك. بس أنا سألتك سؤال، فهو المفروض أستثنيهم. شباب عدول وطول الشغل. ول؟ خمسة، أربعة، ثلاثة. هل لاعبي هو زيدان؟ لا. هل لاعبي هو زيدان؟ أحمد ديني. زيدان جاب الكرة ذا، أنا ناسي. جاب. أنا أفتكر في موسم كان المفروض هو اللي ياخذها. لا لا لا. بس ما أخذها. لا لا، فاز. أيوة. حلو. بلديني. ثلاثة. أنت. إضافة القليل من المتعة يعني. يا شيخ. لا شطة. أربعة كان في بالك أصلاً. أنا وروبرتو كارلوس. كنافارو. متع. أعزائي المتابعين مبسوطين؟ إذا مبسوطين اشتركوا في القناة، تحضركم حلقة. طبعاً مبسوط، كل شوي قاعد بيعدل علي، برجع بلحق الحوق قاعد. أكيد مبسوط. دعمكم باللايكات شباب، قول لهم يدعموا لايكات الحلقات يا أخي، ما بيسووا لايكات. الناس صاروا ينسوا، المتابعين ينسوا. لا هم ما بينسوا، هم بكسلوا. شباب شدوا حيلكم. ما هو كيف بيحضر؟ بكون بس لخ بوكل. لا فيش حد بيحضر وهو منسدح. اللي منسدح بتلاقيه بقلب ريل، بس اللي بوكل بحط الحلقه قدام. فصحتين وعافيه صديقي، بس حط لايك. الله يسعدك. يلا بسم الله. 3-3. حلو. 3-3 برضو لعيبه معتزلين. اوه اثنين عندنا المقطع ده. يلا واحد اثنين ثلاثه. لكي يطمئن قلبي فقط. نعم. هل انا برازيلي؟ لا.
هل لاعبي عربي؟ لا اصبر ليكون لاعب الفدي عربي. ايه والله سؤال حلو. انا اقول لك اصبر ليكون لاعب الفدي عربي. اوكي انت لا مو عربي مره. انا فكرت تقول بلك طلع عربي يعني. وين شو التضارب اللي عندك؟ لا 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 لا, لا. هل لاعبي في مسيرته قد حقق تشامبيونز ليج او كاس العالم؟ هل لاعبي حقق كره ذهبيه في حياته؟ اوه انحصرت بثلاث. اسمع ما حقق كاس عالم ولا كره ذهبيه. لا ما انا قلت لاش كره ذهبيه. صح تشامبيونز. صح تشامبيونز. طيب هل لاعبي بس مستحيل يعني ما يحقق كاس عالم ودوري ابطال؟ سؤالك ترى فتح لي ملف ما كان في بالي اصلا لما قلت لي هل هو لاعب عربي. فممكن يكون اللي في يدي لاعب عربي. هل لاعبي لعب في الدوري السعودي؟ نعم. بس خلاص العب جوي ملعبي ارضي العب. هل اللاعب اللي معاي اوروبي؟ لا. هل هو محمد نور؟ ابو نوران طخ. ترى سؤالك انت قاعد تغششني بسألتك. ما انا عارف. ركز ما تسال اسئله على اللي في يدي. انت قاعد تغششني. انا بغششك بلكي زبطت وفزت علي نقطه وحفوز 4-3. هاي الفوز الخمسه. احنا نلعب لبكره يعني ولا ايش؟ انا ما عندي مشكله. اعزائي المتابعين علي 4-3 دائما بقولها النصر الاربع. قاعد تخسر يا ابني قاعد تخسر. انا بخسرش. احنا كلاعيبه بنعرف كيف نرجع في المباراه. هي لحظات بسيطه. مين اللي اداله عقد هذا النادي اللي ذل اهلنا عليه؟ هل اللاعب بيلعب دوريات الخمس الكبرى؟ نعم. اوكي. هل اللاعب اوروبي الجنسيه؟ نعم. حلو. هل اللاعب بيلعب الدوري السعودي؟ لا. اوكي. لاعب اوروبي الجنسيه. هل هذا اللاعب، شوف التنوع في الاسئله، كابتن لفريقه او منتخب بلاده؟ لا. اوكي روح. هل لاعبي بيلعب بالدوري الاسباني؟ لا. ما بيلعب؟ لا. هل لاعبي يلعب في الدوري الانجليزي؟ اوكي. انا سالتك هل لاعبي يلعب بالدوريات العربيه قلت لا. هل لاعبي عربي؟ لا. اوكي. هل لاعبي لعب يوم من الايام بجانب ميسي؟ برشلونة، انتر ميامي، باريس. اوكي نعم صحيح. هل لاعبي لابس ابيض في الصورة؟ لا بس الصورة غريبة. ايش حتستفيد من المعلومة دي؟ ابغى افهم يا جماعة. انا قاعد افكر. طب ممكن هنا مو لابس ابيض. ممكن. طيب هل لاعبي، عشان بس اكون عارف الدايركشن حقي، لعب بجانب ميسي. طب هل هو لعب بجانب ميسي في برشلونة، في حقبة ميسي برشلونة؟ نعم. حلو حلو قربت. طبعا ما حياخذ كابتنية طبعا. يلا روح. هل لاعبي لاتيني؟ نعم. هل لاعبي طويل القامة فوق ال 180 سنتي؟ يعني ما توقعش 180. لا اتوقع 180 يعني 180 بالرينج هذا، بس انه اقل من 180 ما اتوقع. شباب تأكدوا بس أكتب. أقل؟ أقصر من 108. أنت بتضيعني. أنت بتكذب علي يا علي. تكذب علي. هل لاعبي أرجنتيني؟ لا. هل لاعبي هو لاعب إسباني الجنسية؟ أوروبي لعب بجانب ميسي في حقبة برشلونة. هل لاعبي برازيلي وأسمر؟ نعم. أو برازيلي واسمر. اوكي لاعبك برازيلي. نعم هو من حقبة ميسي. ما عاد بقي احد في الفريق اصلا من حقبة ميسي تقريبا. صح اي تقريبا كلهم تغيروا. فهو غالبا مشي من برشلونة. عندك غوميز. عندك سواريز. سواريز لاتيني تقول علي انت.
صح انت جوا سؤال اوروبي وقلت له هل هو لاعب يقوم اركز السؤال بادوار دفاعيه بمعنى دفاع او المحور ادواره دفاعيه هسه دوره الاساسي قصدك ايوه مركزه لا دفاعي لا لا اوكي هل لاعبي هو اه حجاوب هذا يعني هل لاعبي يعشق الاصابات يا جماعه بالله عليكم تحيه لالي ابو سروال وتحليلات واو يا عمي انت مرعب اكثر من محمد ما ادري كيف هل هذا اللاعب كان خمسة هل هذا اللاعب حقق دوري الابطال مع ميسي في برشلونة؟ هل هذا اللاعب حقق دوري الابطال في برشلونة؟ لا معناته انا قاعد افكر من اول في حقبة غلط نعم صحيح غلط برازيلي وبيعشق الاصابات بس مو مستوى نيمار يعني بس اسمع اسمع لا يشطح بالك يعني هو مو يعشق الاصابات بس هو يتصاب يعني مين في برازيلي وبنصاب كثير انت سالتني يلعب الدوري الانجليزي قلت لك لا عدوا له يا اخوان طول والله هل اللاعب بيلعب الدوري الايطالي لا هل يلعب في الهجوم في ادوار هجوميه نعم بس خلاص انتهيت انتهيت رسميا نلعب هل بيلعب بالست الكبار بدوري انجلترا نعم هل هذا عثمان ديمبلي لا يروح اللي عنده عثمان ديمبلي عثمان ديمبلي لا طب انت اللي عندك تتسال ان هو عثمان ديمبلي ولا لا لا لانه انت قلت لي بيلعب بالست الكبار دوري انجليزي وديمبلي بيلعب ايش برازيلي واصابات وفي الدوري الانجليزي اخوان عن جد تحكومي يعني خمسه لا 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 حرام 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 حرام, حرام, حرام صراحه حرام يعني خليه يفكر طيب هل لاعب بيلعب باحد قطبي مانشستر اوكي لازم اقضي عليه لازم 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 لا اسمع انا سالتك في البدايه يلعب مع ميسي في حقبته في برشلونه ونعم اوروبي وما حقق دوري الابطال معناته هو ما كان في البدايات 2011 2012 ولا كان هو برشلونه حقق دوري الابطال 2017 صح 16 15 15 معناته هو غالبا جاء بعدها 5 4 3 2 1 طب بس عشان اقرب منه ها اقرب منه هو كان يلعب في الاجنحه جناح طيب اوكي 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 انا ماشي صح انا ماشي صح بس اللاعب مو قاعد يظهر في عقلي مو قاعد يجي شكله لاعب صعب الصراحه مو شكله لاعب واضح يعني. حتى لاعب صعب لا لاعبك ابدا مو صعب انت لو قلت ابدا مو صعب أبداً برازيلي بيلعب بالسيتي او اليونايتد طيب يلا حدد سؤالك اكثر حاول تقرب منه اكثر ترى انت سؤال تبع الاصابات هو اللي مخولني انت رحت بعيد يعني طبيعي اصابات وبرازيلي نيمار دايركت اسال سؤال قرب لانه احنا اثنين ضايعين هل هذا هو جواو فيليكس؟ جواو فيليكس؟ جواو فيليكس هل هذا خلاص هو انتوني؟ انتوني بيبي بنصابش كيف بنصابش؟ بس كيف بنحكي؟ لانه بقول لك التوكل احنا قبل اربع ايام ما تعرف جد؟ ما يعني قبل اربع ايام احنا بطلنا نتابع اليونايتد خلاص مو بس يعني داري طب كان حاطط صورته وعامل هيك جريزمان ترى صعب جريزمان تجيبه من فتره برشلونه انت لازم سالت فرنسي حيخطر في بالك ديمبلي او جريزمان صح 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 انتوني كنت احكي كاسيميرو بس قلت لا خلاص اكيد بيلعب اجنحه لانهم نفس المركز فحكمت على هذا الاساس ابلع ريمونتاتا 4 4 لسه تعادل طيب ريمونتاتا يعني الجوله الاخيره هي حتنهيك استاذ عمر بس صراحه راوند ممتاز تحيه تحيه لعلي يا جماعه الخير اربع اربع التحدي اشتد هذا وانا مصاب وانا جوله الفاصله علي جوله الفاصله اتحداك الجوله الفاصله تشوف كيف راح انهيها يلا بينا حنمسك الورق عندي لنا ايش السؤال عندي السؤال عندك في البدايه ايه راح اقول لك اسم اللاعب حبيبي تكلنا على الله طيب في الجولة الأخيرة بحكم أن النتيجة 4-4 قررنا تكون الجولة هذه في قمة العدل بحيث أن المخرجين اللي وراء الكاميرا ما يساعدونا وما يختاروا اللعيبة فما في روابط ما في تلميحات ما في أي شيء
انت هتختار لاعبك وانا راح اختار لاعبي، وراح نسال بعض، واللي يعرف لاعب الثاني اول بيفوز. تبغانا نخلي المتابعين يعرفوا اللاعب ولا نخليه مشوش؟ ها ايش رايكم؟ مشوش ما يعرف. خلاص حتى انتوا المتابعين حتخمنوا، واذا عرفتوا اللاعب في اي لحظه من اللحظات بدون غش اكتبوه تحت في التعليقات. صراحه هتفاجئ لو في واحد جاب اللاعبين اللي احنا نتكلم عنهم كذا، بس بدون غش. بدون غش. طيب هنلعب حجر ورقه مقص، واللي راح يفوز راح يبدا في الاسئله. حجره ورقه مسدس. هذول اثنين مسدسين. اثنين مش واحد. اثنين مش واحد. ف طيب انا اسرع. اسال عن لاعب يلا. هل لاعبك بيلعب دوريات خمسة كبرى؟ لا. هل لاعبك اوروبي الجنسيه؟ نعم. حلو حلو. هل لاعبك لاتيني؟ لا. هل لاعبك عمره فوق 30 سنة؟ نعم. حلو. خبرات. هل لاعبك بيلعب دوري سعودي؟ نعم. هل لاعبك سبق ولعب في واحد من هذول الفريقين، ريال مدريد أو برشلونة؟ نعم. أوكي. هل لاعبك خط وسط؟ لا. هل لاعبك مهاجم؟ لا. أوكي. هل لاعبك بلعب بالاتحاد؟ لا. هل لاعبك مدافع؟ لا. وسط. حلو 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 حلو. هل لاعبك بلعب ممكن حارس بأحد هذول الفريقين؟ يلا. الهلال أو النصر؟ لا. لا؟ لا 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 لا. أوف 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 أوف. عمره فوق 30 وسبق لعب مع ريال مدريد وبرشلونة وأوروبي الجنسية. بعمل استحضار جنجا. والله متر الموضوع. طيب هل لعبي أنا الموسم الماضي مع فريق وين ما كان في العالم حقق دوري؟ أوكي. لا. أوكي. هل لعبي بلعب الأهلي؟ وأنا لسه بعيد. سوف أكلك يا عمر. بعيد. هل هو حاليا أصلا حاليا بيلعب في أوروبا أصلا؟ ولا؟ أيوة. ولا؟ طبعا. هل لاعبي ولا مو هل؟ أنت سألت بيلعب في خط الهجوم. نعم. فأنا هذا السؤال انحرق علي. هل لاعبي أخلص يا أخي، وترت اللي ورا الكاميرا، وترت المتابعين. عربي؟ كيليان امبابي. تن تن. ايش اقول له هذا بالله؟ انا ما سالت السؤال ده عشان ينحرق صح؟ نعم صحيح. انا ما سالت يعني حد مو عربي؟ اوكي. فوق 30 ويلعب في اوروبا، هو اوروبي وسبق له لعب مع برشلونه ومدريد، معناته ممكن هو لسه اصلا بيلعب في برشلونه او مدريد، ممكن هذا احتمال، ممكن يكون انتقل. فخلينا نفترض انه هو لسه بيلعب في برشلونه ومدريد مثلا وعمره فوق ال 30. مين في لعيب في خط الوسط في برشلونه او مدريد يلعبوا؟ طب ممكن ما يكون في خط الوسط اصلا، يكون حارس. طب خلينا نفترض انه هو وسط. وسط برشلونه كلهم مرعان تحت ال 30. وسط مدريد في عندك لوكا مودريتش جاء في الحلقة انحرق، في عندك كامافينجا لسه صغير في السن، في عندك كروس خلص زمان اخوي مالك. فالفيردي من الأورغواي، فالفيردي اصلا لاتيني. برشلونه وسط. خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. هل لاعبي حاليا يلعب في برشلونة او مدريد؟ نعم. هل لاعبي يا رب شعره طويل؟ نعم نعم. لا والله انت لازم تخبطها لاني عرفت. في طبعا في لاعب يلعب جنب بيدري بس برضه ورع، ناسي اسمه، حلاوه اللي شبك بنت الامير ما ادري. ايوه جابي. ما برضه اقل من 30. شوف انا لاعبي يمكن حتى الجمهور مش عارفه. هذه مشكله. طيب يعني لاعب صعب؟ لا مو صعب، بالعكس سهل جدا. يلعب في برشلونه وفي مدريد
هل اللاعب هو كورتوا؟ لا. خسرت. أعزائي المتابعين، استمتعنا معكم شباب. لهون بتكون انتهت الحلقة، ولكن أبو سروال لازم أمتعكم. يا الله يا أبو سروال جاوب خلاص، أنا من جوابك خلاص يا أخي. هل لاعبي خلاص خلص الحلقة يا أخي بحب راوغ؟ طبعا هذا السؤال يعني شو ما كانت إجابتك أنا عارف اللاعب، بس تفهم يعني. أنا عارف المشكلة إن أنا عارف، أنا والمتابعين عرفنا كلكم، وأنا لسه ما ظل أنت تعرف. أنا 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 المشكلة ماني متأكد هو أصلاً وسط ولا يمكن يكون حارس. هو نعم يعرف يراوغ أكيد، لاعبك اللاعب اللي أنا اخترته يعرف يراوغ، وأنت عارف هو مين، رحم أمي يعني، فاهم؟ لازم أتلذذ عليك لأنك هايطت في بداية الحلقة وشبهتني محمد عدنان الضاهي. أنا بالنسبة لي أعزائي المتابعين، الصراحة ما في لاعب وسط أوروبي في برشلونة ومدريد حالياً قاعد يجي في بالي، سامحوني لو في ما في غير كورتوا ممكن يكون حارس برشلونة. يعني هل هذا اللاعب واحدة من الخيارات؟ يعني هل هو تير شتيغن؟ لا، يلا ارمي. مش تير شتيغن. مش تير. راح أعطيك هنت في حال أنا إجابتي ما كانت صح. إجابتك صح رحم أمي، خلاص خلصني، لأنه ممكن ما تكون صح. ما أبغى هنتك، العب خلاص، جاوب صح وفقيني يلا. الهنت مش إلك، الهنت للمتابعين. خرب بيت الدل اللي أنا محطوط فيه يا أخوان. ترى أربعة لا تحسسني إنك أنت. لا هو هنت بسيط. لاعبي عاد من الموت. بس اللاعب هذا حاليا ما يلعب في برشلونة. ولا وين بيلعب؟ في ذيلو؟ هذا اللاعب ما يلعب في برشلونة حبيبي. حاليا برشلونة ما نقل؟ مين هو اللي خطر في بالك؟ خلاص ارمي جواب. لا قول لي مين هو. حقول لك بعد ما تجاوب. لا اذا قلت هو فايز والله. اه راكيتيتش. لا مو راكيتيتش، ما هو انا اعرف قصه. لا اله الا الله، راح اعطيك كمان فرصه. قول ما حتفوز. عهد من الموت. هل لاعبي اديني فرصه؟ طيب قلت اديك فرصه كمان. طيب لا ما انا بدي اعطيك. طيب اجاوب خلاص. هل لاعبي ساكن بيده؟ طبعا في الاهلي يعني، فين حيكون ساكن؟ يعني ممكن يكون ساكن في الرياض. لا يعني بس بمر بلعب مع الاهلي، تفهم، براوغ وبرجع. هو ذا اللاعب الذي عاد من الموت في وسط برشلونه، عمره فوق ال 30 سنه الان، وحاليا يلعب في برشلونه او في مدريد. هذا ما هو معروف مره. بالعكس، فيري فيمس. نتلذذ عليك شوي. ما هو تير شتيغن ولا هو كورتوا، فهو ما هو ممكن يكون حارس مو اساسي يعني. خمسة أربعة. هل هو ثلاثة. حارس الاحتياط ناسي اسمه، توقع اسمه. هل هو لينو حق برشلونة؟ اسمه بينا مش لينو، هذاك لونين تبع ريال مدريد. لونين هذا يو. آه. هل هو لونين؟ لونين عمره 13 سنة لسه تتو الناس. تو الناس. يلا طولت الحلقة بس خلاص. أقضي علي خلاص. لا بس عشان يعني أنت فاهم، أقضي علي بداية الحلقة وأنا ومش أنا. أقضي علي يا أخي خلاص يلا. هل لعبي لسه؟ هل في سؤال؟ يعني بدي أتأكد هو بيحكي إنجليزي ولا عربي. ولا واحدة منهم. ولا واحدة منهم. فرنسي بيحكي. أيوة. هل لاعبي هو؟ للأسف يا عمر أنت خسرت خسارة فادحة. يعني ثاني مرة ما تهايط علي. ثاني مرة دير بقى قلت لك أبو سروال نسخة اللاعب كثير قوي، لأنه هذول زملائي. لاعبي هو سانت ماكسيم. ولاعبي اللي اخترته هو تشيزني حارس برشلونة. وقعوا معاه عشان يجي. نسيتو. بقول لك عادة من الموت. نسيتو. زلمة اعتزل. نسيتو. أنا لسه على بداية القديم إنه في يوفنتوس. نسيتو إنه راح برشلونة. آخ 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 آخ. وبهيك عمر طلع من طور الأجواء واحتمال يسكر القناة وخلص، حياته صعبة صارت. هارد لك، وإن شاء الله بتعوضها بالأيام الجاي. والله إني فاهي أعزائي المتابعين، خسرت بس والله كان لي شرف المحاولة. 5-4 ضد مين؟ ضد علي موسى أبو سروال. تحية لعلي يا جماعة. حبيبي المبروك علي. قنوات وحسابات علي راح تلاقوها تحت في الديسكريبشن، اشتركوا عنده اعزائي المتابعين. علي شرفتنا ونورتنا حبيبي، الله يسعدك. لكن لازم اتقدم منك يوم من الايام. لا صعب، لانه المرحله الجايه بفكر اصير مغني، فسواء نسخه المغني. شوفك على خير يعطيكم العافيه يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم. واو والله حلقه.